لا يمكن أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. 一个人只可以崇拜阿拉，不允许崇拜阿拉以外的。 لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. 阿拉以外者都不应当受崇拜，只有阿拉应受崇拜。 لا النبي صلى الله عليه وسلم. 先知不应当受到崇拜。 ولا الملائكة عليهم السلام. 天使也不应当受到崇拜。 ولا الصالحين. 那些清廉的人也不应当受到崇拜。 ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. 任何人都不应当受到崇拜，任何被造者都不应当受到崇拜，只有阿拉应受崇拜。 من الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. 谁是终极的使人受益者，只有阿拉使人受益。 النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة أحد شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت بعض أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. 我们的使者在乌合战役当中，头部受伤，牙也受伤，被打掉。هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. 这证明了我们的使者是一个人。 لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضلا أن يدفع عن غيره. 他自身并不能抵挡任何灾害。 قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. 我们的使者对他的女儿讲 سليني يعني اسألي اطلب مني من مالي ما شئت أنا أعطيك هذا الذي أقدر عليه النفق المال لكن لا أغني عنك من الله شيئا. 我们的使者对他女儿讲，法律们讲，你如果向我寻求一些钱财等等，我会能够给你，但是在阿拉那里，我对你无一丝毫。 إذن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا الذي يغني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. 即使是先知的近亲，也不能从先知那里真正的获得在阿拉那里的福利。只有遵循先知的圣行的道路，才能在阿拉那里获得福利。نعم.